السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل إقالة إيهاب جلال من الاتحاد أو من تدريب المنتخب المصري. لا تنسوا الاشتراك، لايك، شير للفيديو وليكم التفاصيل. تم بحمد الله إقالة المدرب إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري، وهو في الطيارة متجها إلى قرية لتأدية المباراة الودية بين مصر وكوريا. طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري، وارجو منكم الدعاء ان شاء الله العثور على مدرب كفاءة للمنتخب المصري، والسلام عليكم.